مهرجان بونا للفيلم المتوسطي يعود بصيغة العالمية تليق بمكانة الجزائر. مهرجان كان للحوار والإبداع والفن الراقي، لتكون سهرة الاختتام للتكريم وتتويج الفائزين. فعن جائزة الغزالة الذهبية للفيلم الطويل فعادت لفيلم ماتريا للمخرج الإسباني ألفارو جادو، فيما نال فيلم فرانس فانون للمخرج الجزائري عبد النور زحزاح جائزة لجنة تحكيم الفيلم الطويل. جائزة الغزالة الذهبية للفيلم الوثائقي كانت من نصيب فيلم سارورا للمخرج الإيطالي نيكولا زومبيلي. أما جائزة لجنة التحكيم نالها الفيلم الفلسطيني باي باي طبرية للمخرجة الفلسطينية الجزائرية لينا سوالم. كما منحت لجنة التحكيم في هذه الفئة تنويها خاصا للفيلم التونسي عقرب مجنونة. أما عن جائزة الغزالة الذهبية للفيلم القصير فقد توج بها الفيلم الفلسطيني سكرانيا 59 للمخرج عبدالله الخطيب، لينال الفيلم القبرصي ليلة أعمال شغب جائزة لجنة التحكيم. لتتواصل التكريمات بالإعلان عن أفضل مخرج لهذه الطبعة التي عادت للكرواتي أندري كولوفليف عن فيلمه فندق بولا، وجائزة أحسن سيناريو عادت للفيلم التركي روزينالت للمخرج بارون جولديزالب. هذا فيما تحصلت ماريا فاسكاز على جائزة أحسن ممثلة في فيلم ماتريا. هذا التكريم له معنيين بالنسبة لي. التكريم الأول للاعتراف بالقيمة السينمائية للعمل اللي قدمته بهذا المشروع. الجزء الثاني من هذه الجائزة هو حب الجمهور، حقيقة حب الجمهور العنابي، حب الجمهور الجزائري للفيلم. يشرفني أن أحصل على هذه الجائزة. هذه الجائزة ليست لي بل هي للشعب الفلسطيني. الطبعة الرابعة لي. ولأن الجمهور صنع الحدث خلال هذا المهرجان، فقد توج الفيلم الروائي القصير الطيارة الصفراء بجائزة الجمهور. جائزة عمار العسكري أعز الجوائز على قلبي، لأنها جائزة الجمهور، لأنها جائزة كل طلبة وكل جمهور اللي شاهد الفيلم. كان جمهور عريض جدا. عنابة وضعت الفيلم المتوسطي بعد 6 أيام من العروض التي استمتع فيها الجمهور وصدح بصوت عال. 1 2 3